فالحين اكل 3 مرات في الاسبوع لحم عادي، ما عندك مشكلة الحمد ما لله. هذا الماي معي. الحمد لله. عندي زوجتي كانت تعاني من القولون، الم شديد يمر عليها في اسبوعين مره على الاقل، الم شديد تطيح على الفراش ما تتحرك من الم وتصيح. لكن بعد اربع شهور من استخدام نسيت القولون سبحان هي الله راح نهائيا، ما تعرف القولون. ما شاء الله. ركبت حق الوالد البيت، الوالد الوالده والله بعد شهرين الوالد قال والله ادعي لك. اقول ايش امي شوف سالفه؟ تقول على الماي هذا، تقول رقادي تحسن جسمي، الام جسمي قمت اصلي واقفه، تقول لي الضغط عندي تحسن، الغده الدرقيه عندي بشويه يعني تحسنت احسن عن قبل، ابوك السكري عنده توازن، الضغط عنده توازن، الكوليسترول راح. ما شاء الله يا اخي، كل هالاشياء في هذا لا الماي. شرب الماي هذا سبحان الله، انا اول واحد بركبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حمستور يحييكم، واليوم صدقوني جايب لكم جهاز ما قد مر عليكم ابدا، من شركه يابانيه عمرها فوق ال 45 سنه. فيها 7 انواع للماء، كل نوع له وظيفه وله شكل. راح ارويكم، خلك معاي صدقني راح يبهرك. طبعا هذا الجهاز له فوائد جدا كثيره. اول شيء مضاد للاكسده وطارد للسموم، وعندك غير هذا ان هذا الماي صحي جدا للشرب، وبعد تجميلي. تسالني كيف تجميلي؟ يعني مفيد للشعر، للبشره، للحيه، حتى اللي يعانون عندهم امراض ومزمنه، مثلا عندك الصدفيه، عندك اكزيما، راح يعالج لك اياها تقريبا خلال شهر هذا الجهاز. خلوني ارويكم اياه. قمه في الابداع. الكلام الزايد ونشوف التجربه خير برهان. خلونا نرويكم الحين هذه الامور كلها اللي ياسين نتكلم عنها الحين. طبعا مثل ما انتم شايفين هذا سبرايت، وهني عبينا ماي، وهني بعد في الكوب الثالث ماي عادي. هذا الماي القلوي صح؟ هذا هو الماي القلوي. زين، حلو الكلام. ماي قلوي، ماي عادي عادي، وعندك هذا ماي سبرايت. ماي سبرايت، شوف سبرايت ماشي مشكلة. انزين نكمل. طبعا مثل ما انتم شايفين عندنا الجهاز هذا. هذا الجهاز شو يسوي؟ يخبرك، يقيس لك الاشياء المضادة للاكسدة والاشياء الماكسدة. شوفوا مثل هذه عندك الاشياء الماكسدة، هني مثلا فيتامين سي الشاي الاخضر، هذه المضادة للأكسدة. كل ما طلع سالب 100 سالب 200، الجهاز هذا يعطينا سالب 400 لين 800. شوف ما شاء الله وهو فرش يعني 100%. زين الحين انا جايب لكم ماي هذا، ترى يعني الماي كل ما اخذ عليه وقت تنقص، ينقص الموضوع هذا انه مضاد للأكسدة. فهذا الحين الماي تقريبا صار له يوم وشيء. انزين شوف كم يعطينا، شوف كم سالب 126. بس لو الحين انه طالع من الجهاز يعطيك سالب 400 وسالب 800 على طول ما شاء الله. شوف الحين عندك هذا الماي العادي، شوف كم يعني ينقص، ينقص ينقص. شوف راح يروح في الموجب، يروح في الموجب. شوف ياس يطلع، بعد ياس يطلع وصل 50. الماي اللي بعده شوف بعد نفس الشيء، شوف كم ما اكسد وياس يروح فوق، يروح يروح ما شاء الله. زين الحين هذا سبرايت، شوف كم ما شاء الله، هذا مكسد صح. وبعد يطير يطير يعني، انت لو تخليه بعد عادي يوصل فوق ال 300. زين الحين احنا عرفنا هذا وهذا، الحين نبغى نعرف شو خطوره المكسد يعني في الموضوع. زين اذا شيء مكسد شو معناته؟ الجسم او الخليه داخل هذا بيدخل الجسم يفقد الالكترونات، فبالتالي يبدا يخرب الخلايا الجسم ثاني. ليش؟ يدور على الكترون ثاني. ايوه، فيروح عند الكبد، يروح عند الطحال، يروح عند البنكرياس، فايش يسبب لك مشاكل. هو سببها التاكسد، يسبب لك سكري، التاكسد يسبب لك ايش؟ التهاب المفاصل، يسبب لك النقرس، يسبب لك المشاكل اللي طالعه الحين كلها هذه. الامراض المزمنه اغلبها هو سببها التاكسد. ايوه، مضادات الاكسده فيها الكترونات زايده مانحه، تعطي الخلايا هذه الكترونات فتهدى، فيبدا الجسم يتعافى شوي شوي. وصلت الفكره؟ يعطيكم العافيه. اتكلم ان كيف هذا الجهاز مضاد للأكسدة بس. يعني شوف لو شربت كوب واحد يعادل شو 16 كوب من الشاي الاخضر، كيلو من البلو بيري، عندك 5 كيلو من البروكلي. شوف عندك لو شربت لتر ونص، شوف كم عاد، انت شوف واضح قدامكم مثلا 38 جزرة، 756 موزة، شوف كم 516 تفاحة ما شاء الله. قسم بالله قوي جدا كمضاد للأكسدة. يعني احنا ناسين نتكلم، ركزوا معي الحين. بنسوي لكم اختبار عن طريق غسل الطماط هذا بالماء العادي وبالماء القلوي،
طبعا هذا الطماط اماراتي يعني ما بتحصل فيه كيماويات عاليه، بس بعد راح تشوفون الفرق والامور هذه اللي يطلعها الماي القلوي. طبعا ترى المزارعين يرشون الخضار والفواكه مبيدات حشريه، نعم، وتكون زيتيه على اساس ما تروح بالمطر، ماي المطر. صح. فهي الزيتيه احنا نغسلها بماي العادي، ماي البيت. ايه. احنا ظننا احنا غسلنا الطماط، لكن في النهايه راح نثبت ان ايش؟ ان الطماط ما انغسل، المواد الزيتيه الكيماويه احنا قاعد ناكلها. كلها موجوده فيه. ايه. راح نغسل هذا الطماط الثاني بماي الجهاز، بس راح نخليه دقيقتين ينقع، بنسوي تجارب ثانيه. حلو. خلاص بنتري عليه وبنشوف ان شاء الله. والحين بعد بنسوي في الشاي الاخضر. احنا عشان نحصل على شاي اخضر بنصب عليه ايش؟ ماي مفور مغلي عشان يعطيه شاي اخضر لون اخضر. صح. لكن هي ما اعطانا ليش؟ لان الماي هذا بارد. صح. طيب مو الحراره تعطينا اللون، لا، لان لما فورنا الماي جزيئات تفتتت، فصار جزيئات الماي جدا صغيره. صغيره صح. اللون. فعطى اللون. لكن مع ماي كنقل هو ماي بارد الان، لكن جزيئات جدا صغيره كانه ماي مغلي. شوف كيف راح يعطيك اللون مباشره. اي والله. ها شوفوا هذا كيف استوى، وهذا ماي عادي ولا تغير، وهذا الماي القلوي لان جزيئاته جدا صغيره. الحين حطينا زيت السمسم في هذا الكوب وحطينا في هذا الكوب، هني بنحط الماي العادي مثل ما انتم شايفين، وهني راح نحط الماي القلوي. الماي مع الزيت ما يختلط. الماي ما يختلط مع الزيت، معروف هذا الشيء. لكن ماي كانجن عشان بسبب شو؟ بسبب الكثافه. ماي كانجن جزيئاته جدا صغيره. تخيل هالماي تشربه شو راح يصير في جسمك من داخل؟ شو راح يصير في الزيت؟ يفتت تفتيت. شوف كيف سوابه. خلص عليه. خلص على الغش يا كابتن. الحين قبل لا ارويكم الفرق بين الماي القلوي والماي العادي، خلوني اخبركم هاي المعلومه. الخضار والفواكه ايه؟ فيها ميزه ايضا ان ايش؟ انها مضاده للاكسده وهي قلويه، ولكن شرط ان ايش؟ تاكلها خلال 4 5 ايام. احنا معظم الخضار والفواكه ليه ما يوصلنا خلاص عدت الفتره، عدت الفتره، وبالتالي فقدت خاصيه مضاده الاكسده وفقدت خاصيه القلويه، فيها فيتامينات فيها بروتينات. اوكي. لكن ماي كان قلنا اذا حطيناها في الماي هذه زين شو بيستوي؟ ترجع الماي ترجع يعطيها ترونات وتستوي مضاد اكسده وتستوي قلوي، يرده مثل ما كان يا كابتن. غسلناه واحنا متعودين نغسله في البيت وعلى بالنا ايش نظفنا الطماط. شوف كيف ما في شيء، يمكن اذا طلع غبره تلاحظ. ايه في شويه غبره، لكن لاحظ اني معاي، شوف الماده الصفراء صفراء مبينه. شوف هذه الزيوت تتكلم عنها، زيوت كيماويه، وهذا بعد طماط اماراتي لو كان بعد من برا اخس. اي والله ناكلها واحنا ما ندري. طبعا هاي راح تسبب ايش خلال السنوات، ما تقول خلال يوم يومين، راح تسبب ايش؟ ايضا خلايا سرطانيه، التهابات الجسم، حساسيه في الجسم، مشاكل قولون. اعتقد جبت لكم الحل، بعدين تقول ليش استوى شي وشي. عند جبت لكم الحلين. الحين احنا بنعرف يعني شو الفرق بين جزيئات الماي الكبيره وجزيئات الماي الصغيره، لو تعطينا الفوائد والاضرار عن هذا الموضوع. زين الحين الان الماي هذا اللي احنا نشربه العادي تقريبا 5 مرات اكبر عن الماي هذا، الماي كانجل. الماي كانجل جزيئاته صغيره مثل ما شفتوا. ايه. الان خلايا جسمك تحتاج ماء، تحتاج ماء، ما ترتوي بهذا الماء اساسا. ليش؟ شرات لان ترش ماء على الشياره، ترشها فوق على الورق. صح. ما قاعد ترتوي الشياره، بس شو تضعف شوي وتستوي ورق صفراء. تسقيها تحت تقوى الشياره. هاي نفس الشيء، الخلايا تشرب الماء هذا لان حجمها صغير، اصغر من فتحات الخلايا، فالخلايا تشرب تمتصها. وبالتالي اللي كان يعاني من امراض القولون، اللي كان يعاني من امراض ايضا المفاصل، تكلم من السكري، الكليه تعبانه، الحصوه، هذا الماي يقضي عليه ان شاء الله. خلص عليه كابتن صدقني. طبعا الحين بنسوي اختبار عن قلويه السوائل. طبعا كل واحد يسال انا شو نوع جسمي؟ هل انا قلوي؟ هل انا حمضي؟ الحين راح تعرف معايا يا كابتن. زين الحين الواحد كيف يعرف؟ نبغى نعرف. زين اذا انت هل تعاني من قله نوم؟ ارق؟ هل تعاني من خمول في الجسم؟ هل تعاني من امراض في المعده؟ من القولون؟ هل تعاني من امساك؟ هل الرياضه عندك تتعب؟ هل تلهث في الرياضه وايد؟ انت جسمك حمضي. ايوه. تحتاج غلي قلوي. هاي الاشياء تخبرك ان جسمك حمضي. نعم. حلو. زين والقلوي؟ القلوي انت جسمك صحي. خلاص يعني ما تعاني من خلاص يعني عكس الاشياء هاي، ما تعاني. ما تعاني. باور في الرياضه اكثر، في الرياضه جسمك بشرتك حلوه جميله. يعني مثلي. ايوه. طبعا هني شو يقول لك؟ تشينج يور ووتر تشينج يور لايف، يعني شو؟ تغير الماي تتغير حياتك كلها حبيبي، شوف البي اتش يعني عندك.
كل ما راح هني يعني حمضي، شوف الأشياء اللي نحن نخبصها كل يوم. هني شوف القلوي، خلونا الحين رويكم الاختبار. بنقطف القطرة هذه، هاي تستر حلو، بيصبغ الماي، بنعرف من خلاله ايش عقب الماي هذا قلوي ولا حمضي. أصفر هذا أصفر. أوه هذا أخضر شوي، شكلك جايب لنا السحر يا كابتن. شوف الغازات دائما حمضية عالية جدا، مو كافي انها فيها السكر وفيها مواد ثانية، ايضا حمضية يعني تقتل الاكسجين في الجسم، فبالتالي أيوة بيئة للخلايا السرطانية وتخرب الكلية. هذا ماي بعد اصفر بدا يشوي اخضر شوي شوي، هذا حمضي شوية، هذا حمضي شوية، لان يعني قول هني تقريبا هني او هني بدأت الحمضية. صح وصلنا هني عند الماي هذا، هذا ماي اخضر هي. يعني تعتبر تقول هذا ماي معتدل، لا قلي ولا حمضي، لكن شوف ماي الكانجل، شوف بنفسجي مو ازرق على لون الدبة. هذا البي اتش مال 9.5 ما شاء الله صراحة. الآن يعني قدامكم هذا الشيء، مو بس تأليف وكلام، شوف قدامكم الاختبارات هذه كلها يا تصير. انت غير مايك زين عشان يتغير جسمك الى قلوي. شوف يجلده ليش جزيئات صغيرة على طول اي شيء. لكن وين المشكلة؟ اللي يشربون غازات مشروبات الطاقة وهذيلا، شوف مهما تسوي يبغى وايد عشان يغير، يبغى له وقت. صح شوف اللي يشربون الغازات، شوف حتى خف اللون الاصفر. شوف الخطورة في الغازات، شوف شربة واحدة قد ما اشرب وايد، انا اشرب شوية بس، شوف كيف يدمر جسمك من داخل الحمضية. حمضية معناته قاعد تجيب سرطانات. صدقوني بعد الفيديو خلاص ماشي غازات يا كابتن والله. شوف شو سواهم. طبعا خلك من المواضيع هذه كلها، هل في كلام علمي لهذه الامور هذه اللي الحين ياسين يسويها؟ طبعا في كثير من الاطباء تكلموا وجربوا علاج مرضاهم على بالماء القلوي، لكن اذكر اهم شيء هنا الان عندنا. حلو. هذا دكتور عالم الماني حصل جائزة نوبل سنة 1939 على البحث ماله، اكتشاف يقول الخلايا السرطانية ما تعيش الا في بيئة قلوية لانها ما في اكسجين، في بيئة حمضية لانها ما في اكسجين. حلو. ومستحيل الخلايا السرطانية تعيش في بيئة قلوية لانها غنية بالاكسجين، الاكسجين يقتل الخلايا السرطانية. سرطانية سبحان الله. وهذا هنا نقول المركز الامريكي لمكافحة السرطان. حلو. تدخل في موقعهم اول وصية يقول لك اشرب الماء القلوي المتأين، وفي كتابه مدير المركز يقول انا اقصد تران ماي كانجن. هذا كتابه ارجعوا له يقول انا اقصد ماي كانجن ماي متأين قلوي. يا سلام. في نقطة وانت كنت استشرح لي تقول لي عن الاكسجين في شيء كلمتني عنه. جميل. ماي كانجل كمية الاكسجين والهيدروجين اللي فيه 200 مرة ضعف عن الماي العادي. ما شاء الله. نعم. كيف تخيل هذا كيف مفيد؟ كيف الانسان اللي فيه سرطان كيف راح يفيده؟ الانسان اللي فيه السكري كيف راح يفيده؟ الانسان الرياضي كيف راح يستفيد؟ حتى جلدك من داخل كيف راح يترطب؟ هيدروجين عالي، هذا يسوي ترطيب عالي للعضلات، يسوي ترطيب عالي للجلد من داخل، يساعد البشره، يساعدك على النوم. اكسجين ترى صح، يساعدك على النوم، هو اللي قاعد يشيل عندك اكسجين، هو كل شيء في الحياه اصلا. يساعد طرد الفضلات من الجسم الحمضيه السامه اللي تخزنت في جسمك في الفتره هاي، يساعد على نقص نقل الاكسجين. يعني زبده الموضوع يحل امورك كلها. يحل امورك. هالورقه اشوف فيها شهادات، شو قصه الشهادات هذه؟ زين عشان احنا نعرف ان منتجنا منتج قوي، اولا المنتج معتمد من هيئه الامارات للمواصفات والمقاييس، المنتج معتمد من وزاره الصحه اليابانيه انه منتج طبي، جهاز طبي. حلو احلى كلام. من الطب الوقائي الياباني للامراض الكبار من 6500 طبيب ان هذا جهاز طبي ويستخدم في اليابان اكثر من 250 مستشفى وعياده استخدامه. الله يحلى كلام. معتمد من منظمه جوده المياه في امريكا، هذه منظمه تعطي الشهادات حق شركات المياه على الجوده. حلو. منظمه غير ربحيه. شركه انرجي كانجن هي الوحيده في العالم عندها الشهاده الذهبيه منهم على جوده المياه. ما شاء الله. عندهم ايزو طبي، عندهم ايزو بي، وعندهم ايزو غيره بعد. هذا قلت لي في شهادات ثانيه بعد. ما يحتاج تذكر، هاي اهم شيء فينا. اهم شيء طبعا ادري تقول حمد خلصنا نبغى نعرف الاسعار وشو الاجهزه اللي موجوده، الحين راح اخبركم شو مواصفات الاجهزه وشو الاسعار وكل شيء. استمتع معي. اول شيء اخوي محمد الجهاز ما يحتاج صيانه، بدون صيانه هو كيف ما يحتاج صيانه؟ جهاز ذكي ينظف نفسه يوميا، ينظف نفسه بنفسه يعني. نفسه بنفسه، في فلتر ذكي، وحتى الفلتر هذا يمسك الصوديوم، والفلتر هذا يقتل اي بكتيريا تمر من الفلاتر الثانيه. بس هو عليه ضمان يعني اذا استوى سبحان الله شيء عليه ضمان. خمس سنوات. خمس سنوات ما شاء الله. هذا في هذا افضل جهاز. شوف انا بخبرك يعني صراحه من تجربتي، اي حد يعطيك خمس سنوات ضمان هو واثق من جهازه. مغمض عيونه. 45 سنه. 45 والله 45 سنه بعد. هذا الجهاز فيه 8 صفائح تيتانيوم، تمام. هذا في نظام صوتي في 8 لغات،
بس ما في اللغة العربية. لا تخافوا من السعر هذا، يعني هو بدأ فغلة واحد فيه أرخص. نعم. تريو. نعم. هذا شاشة ما تتش لمس، يحفظ الطاقة ويحفظ الماء أيضا، يوفر الماء. إنزين. وثمان لغات ما شاء الله. ثمان لغات فيه. إيه. الشغل. إنزين. نشوف الجهاز، شوفوا لا تخافون، هذا أكبر واحد يعني حق مثل المزارع والأمور هذه، حق البيوت شوفوا فيه أرخص يعني فيه أجهزة أرخص. في جهاز أيضا هذا سبع صفائح تيتانيوم خمس سنوات. إيه. في نظام صوت أيضا، هذا بسبع 15700. أوكي. وعندنا هذا الجهاز الجينيور صغير هذا. في ثلاث صفائح تيتانيوم ضمان ثلاث سنوات. حلو. كلهم مش محتاجين صيانة. حلو. زين هذا شو؟ هذا جهاز تحطيه في الحمام للشواف تسبح فيه، يعطيك مياه غنية بالمعادن كأنك في 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 مياه ينابيع فعلا، يعطيك الشعور نفسه، يعطيك مثل سبا قاعد تسوي. ما شاء الله. من أفضل أنواع الأجهزة. يعني في البيت يعني شو ينصحني؟ يعني مثلا تنصحني حق البيت يعني شو أستخدم أي واحد؟ أخوي حمد في هذا أنا أنصح هذا أكثر شيء. لأن أفضل كجودة. كصفائح فيه أكثر يعني. أكثر جودة، يعطيك مضادات أكسدة أعلى. أعلى. لكن إنسان ما قلنا هذا تعبان، هذا بعد ممتاز وهذا. كل ما زاد كان أحسن. نعم. فهمت عليك. يعني أقول لك هذا رافور وهذا لكزس. رافور مش سيارة. صدق الريال يعني تقدر أربعة سلندر أو ثمانية سلندر هي سيارة، بس في فرق كابتن. وصلت الفكرة؟ يعطيك. في سؤال جدا مهم الحين، موضوع التركيب. هل أنتوا تركبوا لي إياه؟ هل أنا أركبه بروحي؟ أنا في حمل ستور عندي كل شيء أركبه بروحي، يعني الزباين حقهم مضبط لهم الموضوع، أن التركيب جدا سهل للأجهزة. هذا كيف وضعه؟ زين، أساساً جهازك جاهز كل شيء، هاي القطعة اللي بتركبها، وين بتركبها؟ بس أنت هذه القطعة بتركبها في جيب المغسل الأولى، بتركبها وعندك أحجام على حسب المغسل اللي عندك، بس بتثبتها، لفيتها. حلو حلو. عندك هذا شوف، هذا يعطيك ماي الحنفية اللي تحت تغسل في الحنفية، يعطيك شاور الحنفية، هذه حول على الجهاز. حلو 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 حلو. خلاص من تحطها حول على الجهاز. الجهاز يقطع ماي من الجهاز. هذا تركيب سهل ابو حبيب، ما يبالي شيء، تركبه خمس دقائق. جميل جميل جميل. وزين بخصوص هذا، هذا لازم حد يركبه صح؟ لا، هذا اسهل من هذا. اسهل عن هذا؟ هذا بس تفتح وين الشاور مال البيت، تفتحها وتركب هذا مكانه. يا سلام. خصوصا اللينك اللي تكلمنا عنه، طبعا هذا اللينك عادي تدخل من عندي بحمس ستور وتطلب مثلا تقول لي ابغى الجهاز هذا، وانا اطرش لك اللينك وتدفع عادي ويوصلك الجهاز على طول. فالموضوع جدا سهل يعني، طلب من عندي، تطلب من حمد. الحين انت تقول بدفع هالمبلغ، هل الجهاز يعني كم بيدوم معاي؟ كم بيكمل؟ جميل. الجهاز عمره الافتراضي شركه تقول لك من 15 الى 25 سنه. ما شاء الله. حسب الماي في الدوله، يعني في الامارات بيعيش معك من 20 الى 25 سنه. معناته انت قاعد توفر ماي، احنا كلنا نشتري دبات الماي، نعتبرها صحيه، لكن ثمن شنها هي مو اكسده. انت قاعد تدفع قيمه البلاستيك اللي قاعد تشتريه. انزين. لكن هنا انا لو تحسبها على لو ابوي بيعيش معي 15 سنه، انا كاني انا واهلي البيت كامل يشترون درهم واحد. وين بعد بوزع الماي كايش كصدقه؟ انا اعرف حد مريض من اهلي من ربعي من جيراني يروح يتعالج بهذا الماي، اوزع لهم. اصدق في ايه؟ لانه ماي صحي يعتبر شيء جميل والله. سؤال مهم، هل يعني في اجهزه ثانيه؟ طبعا في ناس بيقول لك والله في جهاز ثاني ومن هالامور هذه. طبعا اكيد في اجهزه ثانيه، لكن احنا نتكلم عن شركة عمرها 45 سنة، أول شركة صنعت هذا الجهاز القلوي بالتأييد. الشركة هذه تعبت لما حصلت الشهادات اللي تكلمنا عنها، عندها اعتماد من وزارة الصحة اليابانية، أنت عشان تحصل اعتماد من وزارة الصحة تعطيهم تجارب طويلة. فهم أكيد عالجوا طبعًا. عالجوا في 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 مستشفيات لما أثبتوا. الآن عشان يحصل اعتماد هذا، صفائح التيتانيوم اللي داخله كبيرة. مقارنة بالأجهزة الثانية الصغيرة، يحط لك هذا كامل تيتانيوم عشان يحصل اعتماد هذا. الناس ما قلت توك يعيش معاك أكثر، هاي لك ما يعيشونها بهالسنين. هاي الثالثة شفناها بعيننا. إنزين، بعد ثلاث سنوات يبدأ يعطيك ما يحمض هنا. ليش؟ لأنه ما في خاصية تنظيف ذاتي. يعني أنا بختصر لك الموضوع، يوم تبغى تشتري اشتري ولا لا تشتري من الآخر يعني. هل في قصص تجارب لحد مستخدم هذه من فترة طويلة وخبرك شيء عنه؟ طبعًا. أول شيء انا عن نفسي انا ما بيع الجهاز الا انا كنت احد المجربين. انا انت عن نفسي شغله حمس ستور جرب بعدين تبيع. اجرب. نعم. اعطيك العافيه. هذا اهم شيء. كنت في سنغافوره، كنت اعاني من الام وعندي دوم مساك مزمن والتهابات في اللثه. رجعت بروفيسور في سنغافوره فقال لي باختصار، اختصر لك الموضوع، قال لي اسمك حمضي، غير اسمك يا قلوي بترتاح. حلو. رحت ابحث الموضوع، ابحث عقب لقيت نعم شو الاشياء تغير خلوي، لقيت اجهزه غريبه وعجيبه في سنغافوره حتى هناك هذا. رديت البلاد ولقيت هذا الجهاز موجود سبحان الله، تو الشركه فاتحه. بديت انا وياهم، اخذت الجهاز. انا الحين استخدمت قريب سنه استخدم الجهاز ما شاء الله. امساك من اول اسبوع رحمني ما شاء الله. التهابات
نسيتها. آلام مفاصل الحمد لله راح، كنت اكل لحم لو اكل مره في الشهر على طول الام مفاصل الحمد لله. وصلت لنا كنت تقول لي عن اللحوم وال اي الحين اكل 3 مرات في الاسبوع لحم عادي، ما عندك مشكله الحمد لله. هذا الماي معي الحمد لله. عندي زوجتي كانت تعاني من القولون، الم شديد يمر عليها في اسبوعين مره على الاقل، الم شديد تطيح على الفراش ما تتحرك من الم وتصيح. لكن بعد اربع شهور من استخدام نسيت القولون. سبحان الله راح نهائيا، ما تعرف القولون ما شاء الله. ركبت حق الوالد البيت الوالد الوالده، والله بعد شهرين والد والله ادعي لك. اقول ايش امي شوف سالفه؟ تقول على الماي هذا، تقول رقادي تحسن، جسمي الام جسمي قمت اصلي واقفه، تقول لي الضغط عندي تحسن، الغده الدرقيه عندي بشويه يعني تحسنت احسن عن قبل، ابوك السكري عنده توازن، الضغط عنده توازن، الكوليسترول راح. ما شاء الله يا اخي كل هالاشياء في هذا الماي. شرب الماي هذا. سبحان الله، انا اول واحد بركبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قصة قلت لي إياها صراحة روعة، لو تقولهم إياها بس. زين، واحد من الأخوة أخذ طلب الجهاز هذا. حلو. رحت بروحي أوديه البيت، الجهاز، ريال مريض سرطان طريح الفراش. الله يشفيه. ركبت الجهاز كذا، قلت له اشرب كل يوم بس لا تعطونه، تعبون له، أعطوه من الجهاز. حلو. بعد 5 أيام يتصل بي. لو سمحت تعالي البيت، أنا عازم هلي وربعي، أبغاك تشرح لنا الجهاز. اقول له سبحان الله جالس في فايده بس بعد شهرين غلط مش مستعين. قال له تعال انا بقول لك الفايده. رحت للبيت، اول شيء لقيت استقبلني واقف الريال. سبحان الله. قلت له ما شاء الله عرفت الفايده. قال لي لا مو بهاي الفايده، خلى في شيء ثاني. انا الحمد لله طاقتي رجعت، احس طاقتي قاعد ترجع لي. ما استوى بخير بس هي. وقف فرق وياه يعني. قلت له شو؟ قال لي انا بولي من 3 سنوات عزكم والله بولي اسود ريحته كريهه. يقول بعد 5 ايام بولي شفاف ابيض شفاف ما في ريحه. سبحان الله. زين زين. وبعدين يقول لي انا من 3 سنوات اعاني في الرقاد. يقول اي مريض سرطان ستيج 4 5 يعاني من هالشيء هذا، مي الرقاد لازم ياخذ ترامادول. يقول اذا ما اخذ ترامادول يقول والله تم سهران 3 4 ايام متواصل. بديت اشرب الماي يقول والله العظيم الساعه 11 12 في الليل انا راقد. سبحان الله. فعلا يرقد في النهار في الليل وينشط في النهار. ما شاء الله، والله عليكم بالماي هذا، هذا في يعني فوائد يعني جمع على قولتهم، ما لا تعد ولا تحصى ما شاء الله. سؤال مهم، هل الماي هذا يعني في الوقت الحالي هذا موضوع كورونا والدنيا هذه، هل يقدر يفيدنا في هالموضوع؟ شوف كلام اثبات علمي ما في اثبات علمي. زين؟ لكن اقول شغله واحده، فيروس كورونا شو يسوي؟ يدخل جسمك، اول عمليه يسويها يزيد حمضيه جسمك. يحمض جسمك عشان هو يقدر يتكاثر ويتمكن منك. الدواء اللي احنا طالبينه من الهند، شو يسوي هالدواء هذا؟ شو يسوي؟ يزيد قلويه جسمك. أيوة. هذا الماي يرفع من شو يسوي هذا من القلب؟ يرفع قلوي جسمك. فنفس الموضوع نفس الفكره يعني. يعني بعد الحل موجود يا كمان. احنا تكلمنا عن ماي الشرب وماي التنظيف، شو في بعد يعني غير هالماي؟ جميل، عندك هذا الماي البيوتي. حلو. هذا انا اشيله ابخ ايدي على وجهي. الوجه هذا يرطب الوجه، يرطب البشره. حلو. يرطب الشعر، يلمع الشعر، يعطيك نظاره، يفتح مسامات البشره، يشيل البثور من وجهك. اللي عندهم حبوب الشباب ينظم الدهون في وجههم، يمنع تساقط الشعر تتسبح فيه. هذا الماي هذا البيوتي هذا يدك سبحان الله ملمس يدك غير عجيب سحري شيء والله العظيم. وخلال فتره ناس خلال اسبوع الناس تقول وجهك متغير. سبحان الله. شرب الماي مع هذا الماي غير. عندنا ماي تعقيم، انا الحين ايش اعقم يدي اطلع يدوم هذا البخاخ انا اعقم. هذا ماي 2.5 اسدك عالي. زين، اقوى ماي معقم يعتبر مختبريا. هذا في اليابان يستخدم معقم معدات الجراحه ما شاء الله. زين، هذا نعقم فيه بعقم ملابسي. الحين هذا قلت لي مثلا البيوتي وهذا التعقيم. التعقيم زين، كيف احددهم في الجهاز يعني؟ كيف احدد الجهاز؟ وتلاحظ في ازرار تختار الماي اللي تبغاه. ايوه، يعني انا احدد اللي ابغاه. انت تحدد الماي اللي تبغاه ويعطيني هو الماي. يعطيك. يا سلام يا سلام.